They say she did my room, saying my feet, trying to give you love, getting a kiss on the cheek, parting candy skies like I'm stuck in a dream, and I've been feeling blue, parting candy skies like I'm stuck in a dream, and I've been feeling blue. No. Oh yeah. Okay. Just like okay, fuck Montez. Okay, fuck. Dancing in my room, swaying my feet, trying to give you love and a kiss on the cheek. Alhamdulillah. سامعني اكتب اشي ايش بتعمل ايه اوقف الاغاني ولا اعيدها صح هسه لو حدا هسه لو في فيور بعد ما اللايف ينزل هسه لما يقرا الكومنتات بيقول احنا مسطين اسمع هسه لو فتحنا مواضيع بجد بيقول احنا مسطين هاي بس لو فتحنا مواضيع ايش كنت بدي لا استنى وين ال اي صح نسيت اخذ الهاي قد ما طلعت فتت من الماب ونسيتها
مش متأكد إذا من هاي الجهة بس نسيت أخذ إشي. لا الجهة الثانية. لا انا هسه قرأت تاعت هاي قبل شوي بس ما رديتش. لحظة انا ليش حطيت هون؟ بعرف نقرب بثلاثة وعشرين سبعة هو نسيت اخذ سمك طبخته ونسيت اكله. طيب ما بركت ليش انت؟ انت حاليا ما بركت لي، ما حكيت ليش مبروك، كل هاد شايفه ما حكيت لي مبروك. هتجيب اكيد ما بعرف. اكيد بس عايش. لا انت ما بركت ليش باني جبت ماينكرافت اشتريتها. الله يبارك فيك. دقيقة بسم الله كيف أسر يا عملته بهذا الشكل. مش حكيت لك ما تفتحش مواضيع لأنه الناس حيحسونه مستطيل. أحا دقيقة خليني أحط هاي. ما تستغربش الايد الثانية مش معي بس معي الماوس والكيبورد. انا حكون تليفون وانت بلاي ستيشن. ما عنديش بلاي ستيشن بلس، نقدر نلعبها اثنين بس راح يكون كثير زنا. عشان كل ما بدي احفر تحت هاي اعرف انه هاي القصه. مش قصدي ذكي. كيف قصدك يا ذكي انت؟ لو مثلا انا نزلت على التليفون نقدر. بس لازم يكون عندي بلاي ستيشن بلس. البلاي ستيشن بلس فيه مصاري. انا ما عنديش هسه بلاي ستيشن بلس، بدي اشتري بعدين. حكيت لك ما عنديش بلاي ستيشن بلس. انا عشان على البلاي ستيشن اقدر العب مع حدا لازم يكون عندي بلاي ستيشن بلس، اما على التليفون اظن عادي ببلاش. يعني نلعب ايدتين، انا معيش الايد الثانية انا بلعب ماوس كيبورد وانت الايد. اوكي على الاقل جبت الماوس الكيبورد. لا لانه انا هسا مش بالعقبة. بعرف انه احلى فكرة لان اساسا اذا ما فيش ايد وبدنا نلعب شخصين كيف بدنا الا بالماوس الكيبورد. وبرضه انا لما كنت بدي اجي هون انا هلا مش بأربد شو اسمه هاي ضليت اشاور حالي بعدين ما جبتوش. لحظة دقيقة Thank you.
بكدر. طيب شو بخصوص السهرة؟ حالة التابلت قاعد بحط لي اغاني عشوائي وانا قاعد بسمع وبحكي معك بخصوص ايش؟ فكك انت، ما فيش داعي. السهرة. دي بس خلينا نوقفهم لانه صار ازعاج. احكي السهرة بخصوصها، مش بدنا نجيب جبسات واشياء واندومي. ايش كتبت؟ حبات؟ شو قصدك؟ لا تحكي لي رح نروح ثاني يوم. شو قصدك؟ بس شو قصدك بحبات الدفهم؟ رح تبات؟ اكيد ان شاء الله. بس لازم افتح لايف انستا، بدي فوت مع جست. يا زلمة تلفون بتصليح بالعقبة. تلفوني بالتصليح بالعقبة. بعرف، ما هو هاي رجعت كتبت لي هلا قبل شوي، قبل ما رجعت اكتب هسا حبات يعني. بعرف حكيت لي. طيب طيب يعني ايش هسا ايش؟ شو هسا؟ سهرة حتكون بس اول يوم عيد، بعدين انت هتروح. ما لا، مش اول يوم عيد، بعد العيد يا زلم. شو اول يوم عيد؟ بدنا نسهر، بدنا نصحى بكير نلبس يا ذكي. ايش اليوم؟ كم؟ 7. انا بعد مفكر بعده بشهر، كنت راح احكي 6. يعني راح تضل. اسمع، بعد العيد احسن اشي. ما بعرف وقتها فرج خلص. بعدين اي حدا بدخل بعد شوي يعني راح يشوف مسجاتنا. احا طلع من اللايف. ممتاز، بعدك باللايف. احداش سبعة، ابر من اليوم. 11/7 انت طلعت من اللايف؟ ليش مطلع لانه ما فيش حد فيه؟ نعرف انه فضيحة يا زلمة. نفسي اعرف تليفوني مش معي، نفسي اعرف كيف بدي اشطبه. بعرفش ليش مبين اني طالع مع انه بعدني فيه. كويس الحمد لله، فكرت المسجات بعدهم بوصلوني وانت طالع من زمان.
لانه بالفعل لو طلعت بتعرف. راح اخليك لحم مشوية. اسمع، اكثر اشي بقهر لما هاي اكون مع بحكي مع حد التليفون وفجأة يفصل، وبكون بحكي بإشي مهم. طيب انت هسه يب يب ها بتسلك. اين جاي؟ وين جاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، وين جاي؟ بحكي لك انا مش بقربة خيو. يعني هسه صار اثنين باللايف، لانه هسه طلع لي انه في حدا باللايف. كان في جلتش انه ما فيش حدا باللايف. هسه هو بتأكد من الشات كله، احنا منا لبعضينا وننفضح. ما انا بطلت اعرف احكي. يعني بدك تروح وترجع. اوكي قل لي. بسم الله، ايش صوت؟ هذول مالهم بتهاوشوا؟ هسه لما اتاكد من اللايف كله فضايح. نزل هاي، ارفع هاي، نزل. صح، انا سكرت هذاك الباب. خلص سكر. اندرمان حلوك. اثنين هسه صاروا باللايف. طيب ماشي، باي. مين اللي هسه باللايف؟ خليه يكتب. اثنين حتى، يا ريت. معتز طلع، ابن عمي طلع. احا، مين هذول؟ شو اللي بوث مايكرو؟ شو اللي بوث مايكروفون اوديو؟ اوكي بوث مايكروفون اوديو. اوكي فكرت. سكر اللايف، خلاص باي.